ننتقل لموضوع ربما يعني هو ليس بجديد، لكن كل فترة بيخرج علينا الرئيس الأمريكي بتقدر تقول زلة لسان، لخبطة، وممكن نسميها غلطات للرئيس الأمريكي جو بايدن. النهاردة الرئيس الأمريكي في خطأ جديد وفي زلة جديدة، أشار للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يعني ده شفنا الفيديو وشفناه هو بيقدم الرئيس الأوكراني على أنه الرئيس بوتين، وربما حاول يستدرك ده بعد كده، لكن خلاص الغلطة وقعت وعكست ما يتم ترديده في الأوساط الأمريكية، تحديدا عن قدرة الرئيس الأمريكي على خوض الانتخابات الرئاسية القادمة. ده طبعا علاوة على الخلط عنده ما بين نائبته كامالا هاريس ومنافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب اللي العالم كله شافه. وده زي ما قلنا لحضراتكم الأمر اللي بيشكك العالم كله يوم بعد يوم في القدرات البدنية والذهنية للرئيس الأمريكي جو بايدن. والحقيقة اللي بيحصل ده حاجة غريبة شوية، وتحديدا يمكن المتابع الملف ده الداخل الأمريكي بدأ يتكلم عن استعداد الحزب الديمقراطي عن بديل، البحث عن بديل للرئيس الأمريكي جو بايدن لخوض الانتخابات الرئاسية أو على الأقل المناظرات القادمة. وفي بعض الأخبار اتكلمت عن أنه ممكن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس هي من ستخوض المناظرات فيما بعد. كل دي أخبار لم يتم التأكد منها، ولكنها في إطار اللغط اللي بيحصل من الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاباته والمواقف، ربما بيطرح العديد من الأسئلة فعلا عن قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. احنا معانا الدكتور عاطف سعداوي الباحث في الشؤون الأمريكية، يقول لنا ايه الموضوع بالضبط والى اي درجة ربما تؤثر هذه الأخطاء وهذه الذلات على مستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. دكتور عاطف اهلا بك معانا يا فندم. مساء الخير يا استاذ يوسف، وتحية لمشاهديك ومستمعيك في كل مكان. دكتور عاطف، يعني احنا عايزين نسميها اي مسمى، مش هتفرق دلوقتي هو زلات ولا اخطاء ولا غلطات الرئيس الامريكي، لكن بتؤشر على ايه هذه الاخطاء؟ النهارده الخطا كان ربما قوي، هو تقديمه للرئيس الاوكراني على انه الرئيس الروسي. صحيح، يعني خطا النهارده او نقول امبارح بتوقيت امريكا ما كانش الاول ولن يكون الاخير. يعني اللي متابع للشأن الامريكي دي يمكن الغلطه او الزله العشرين او الثلاثين يعني، لكن هو دلوقتي التركيز عليها بشكل اكبر عشان احنا في اطار حمله انتخابيه على بعد اشهر قليله من الانتخابات. تكرارها بدا يعني يدي انطباع انه بايدن ليس مؤهلا لحكم لمزيد من حكم امريكا، ان الموضوع المفترض ينتهي عند هذا الحد. يعني دي مش مجرد زلات، لكنها بتعكس حاله ذهنيه وحاله عقليه لا يصلح معها ان يكون المتفوه بها رئيسا لاكبر قوه في العالم ورئيسا لاكبر دوله في العالم. فبالتالي اصبح في الداخل الامريكي دلوقتي مطالب كبرى، وهي تحديدا زادت بعد المناظره الاولى اللي كانت في 27 يونيو، ودي كان وقعها اكبر حتى من الزلات اللي حصلت امبارح، لانه بدا فيها بايدن يعني خلينا نتكلم باللهجه المصريه فاتح بقه وواقف متخشب، وبدا كانه ظل لموظف حكومي وليس رئيس اكبر دوله في العالم. وبالتالي بدا يكون في قلق شديد في اوساط الامريكيين ان دي صور ان ده ممكن يكون رئيسهم وهو لا يصلح لهذه المهمه. وبالتالي لو تلاحظ استاذ يوسف ان هو بعد المناظره، وده عكس كل المناظرات اللي جرت في التاريخ الامريكي الطويل، كان دايما بعد اول مناظره يكون الجدل حوالين القضايا اللي اثرها المرشح ده ومدى اختلاف الحزبين. المره دي ما كانش فيه جدال اطلاقا حوالين القضايا، يعني ما عدناش بنتكلم من الحزب ده بيختلف عن ده في ايه، او مختلفين حول قضيه ايه، قضيه الهجره، قضيه الاجهاض، قضيه الاقتصاد، البطاله، التضخم، السياسه الخارجيه، ما عادش فيه جدال حوالين ده. الجدال دلوقتي حوالين هل ده يصلح
او لا يصلح؟ هل هيقدر الحزب ان هو يجيب بديل؟ هل هيقدر يقنعه ان هو يتخلى او يسحب ترشيحه؟ لان احنا قصاد معضله كبيره. المعضله ايه يا استاذ يوسف؟ انه المساله ليست في 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 البحث عن مرشح. المرشحين بالمناسبه موجودين، يعني ممكن نتكلم على حاكم كاليفورنيا، حاكمة ميتشيغان، وزير النقل، نائبه الرئيس، يعني المرشحين موجودين. لكن الاشكاليه في انه جرى العرف في الولايات المتحدة الأمريكية إن طول ما أنت رئيس وموجود في سدة الحكم فبالتالي أنت المرشح التلقائي للحزب اللي أنت بتحكم باسمه خلال فترة الانتخابات، الفترة التالية في الانتخابات. وبالتالي المسألة بقت في إيد بايدن، هو لازم ينسحب، ما ينفعش يكبر أو ما ينفعش إنه يتم طرح بديل ليه أو اختيار مرشح غيره، يعني لازم المسألة تبدأ منه هو. وهو لحد دلوقتي للأسف لا يرى إلا نفسه. عنده مقولة شهيرة قالها من 3 أيام إن هو هينسحب لو نزل ربنا من السماء وقال له انسحب. فبالتالي دلوقتي بدأت المطالب تزيد. الموضوع لا يتعلق، ودي خطورته يا استاذ يوسف، انه مش الانتخابات بس، يعني خسائر الحزب الديمقراطي ممكن تكون بالزبط اكبر من مجرد انتخابات الرئاسه. لان احنا بنتكلم على انتخابات الكونجرس، ودي لا تقل اهميه عن انتخابات الرئاسه. فهم بيتكلموا ان هم بالشكل اللي ماشيه بيه الامور دلوقتي ان هم يعني بنسبه كبيره هيخسروا انتخابات الرئاسه، لكن الاشكاليه انك تخسر الرئاسه وتخسر مثلا سيطرتك على مجلس الشيوخ وما تقدرش تفوز بمجلس النواب، فتبقى دلوقتي الجمهوريين خدوا الرئاسه والنواب والشيوخ، يعني انت خسرت الرئاسه وما قدرتش تمارس اعمال الرقابه حتى على الرئيس اللي جاي. فبالتالي الخسائر هنا هتكون كبيره، يعني الخسائر مرتبطه بمستقبل الحزب الديمقراطي نفسه مش بس انتخابات الرئاسه. طيب سريعا كده دكتور عاطف، توقعاتك لو حصلت جوله اخرى من المناظره، من المناظرات ما بين بايدن وترامب في ظل هذا اللغط الدائر داخل اروقه الحزب الديمقراطي؟ المساله مش محتاجه توقعات كبيره، يعني الامور بعد المناظره الاولانيه، المؤتمر الصحفي اللي اتعمل على هامش قمه الناتو امبارح كان معمول بهدف انه يبقى فيه ترامب لوحده عشان يحاول يحسن صورته او يحاول يثبت ان هو اللي حصل في 27 يونيو ده كان مجرد حاله استثنائيه. انما كل ما بتزيد الاحداث كل ما يثبت ان ده حاله عامه. فبالتالي الامور اعتقد ان احنا ممكن ما نوصلش حتى للمناظره اللي جايه، لان في دلوقتي ضغوط كبيره جدا 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 لاقناعه على الانسحاب واتاحه الفرصه لاي مرشح يحفظ ماء وجه الحزب. يعني المرشح اللي بيبحثوا عنه مش شرط ان هو يفوز بانتخابات الرئاسه، لكن يمسك تماسك الحزب، يحافظ على تماسك الحزب. لكن هو ترامب ما كانش له رد فعل النهارده على الغلطه الاخيره لبايدن؟ هو قال له بس يعني جو بايدن، يعني كمل. بنوع من السخرية، هو مش محتاج دلوقتي. وده كان رد فعله بالمناسبة ورد فعل الجمهوريين بعد المناظرة الأولى، ما انتقدوش بايدن إطلاقا، سابوا الانتقادات كلها تيجي من الحزب الديمقراطي، بتيجي من أنصاره هو بالزبط. لأن هو لو انتقدوه هيبقى في حالة تعاطف معاه، فهم مستمتعين بالحالة الموجودة حاليا. والأمر بدأ يثير السخرية، يعني دلوقتي في خوف ان هو بايدن بيسمي حلفائه على اساس ان هم اعدائه. حليفه زيلينسكي سماه بوتين عدوه الرئيسي، حليفته الرئيسيه هاريس ونائبته سماها ترامب عدوه الرئيسي. فبالتالي دلوقتي في خوف انه يطلع في تجمع انتخابي ويدعو الجمهوريين لانتخابه باعتباره مرشح للحزب الجمهوري وليس الحزب الديمقراطي. هنشوف، هي يعني مشاهد جديده يعتبر على المتابع للشان الامريكي، لكن هنتابع الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا دكتور عاطف سعداوي الباحث في الشؤون الامريكيه.